السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قررنا إيقاف برنامج رمضان علمنا لسببين. أول سبب تطبيق ما تعلمناه في حلقات رمضان علمنا، لأن حقيقة المعرفة من غير تطبيق ما تسواش شيء. السبب الثاني لاستعدادنا لتقديم الإصدار الثالث من برنامج التغيير المتقدم اللي بنقدمه أونلاين على التليجرام. حقيقة حضرتك لو طبقت قيمة واحدة من ال 15 قيمة اللي اتعلمناهم في ال 15 حلقة أفضل من لو سمعت 100 حلقة، يعني تطبيق حلقة واحدة أكبر ليك من سماع وأفيد ليك من سماع مئات الحلقات. علشان كده بدعوكم إن احنا نرجع تاني نشوف القيم ال 15، نراجع عليهم كده الناس اللي سمعوهم قبل كده أو سمعوا بعضهم. 15 قيمة مفيدة لحياتنا بنستمدها من شهر رمضان المبارك ومن صيام شهر رمضان المبارك، بنقدر إن احنا نطبق زيهم في حياتنا على المستوى الشخصي لتطوير أنفسنا صحيا ومهنيا وماليا وعاطفيا وعلى مستوى العلاقات ومن جميع جوانب شخصية. السبب الثاني هو استعدادنا للإصدار الثالث من محاضرات التغيير المتقدم اللي بنقدمها أونلاين علشان تغيير الإنسان، علشان إصلاح للإنسان بإذن الله. خطوات بسيطة لتغيير حياتك، الست محاضرات دي خطوات بسيطة لتغيير حياتك. طورنا من الاصدار الاول للاصدار الثاني للاصدار الثالث، هيبقى موجود في الوصف تحت بعد ما حضرتك تكون فعلت الجرس لو مشترك، او تشترك لو لسه مشتركتش معانا في القناة. هيكون موجود في الوصف تفاصيل محاضرات التغيير المتقدم، خطوات بسيطة من اجل حياة جديدة سهلة بإذن الله وصحية وجميلة وهادئة ومتزنة. خطوات بسيطة بناخدها مع بعض في الست محاضرات دول اونلاين. واللي لسه بيقول انا ما بستفادش اونلاين، كل الناس اللي شاركت معانا تقريبا او معظمهم من عدة دول عربية ومن مصر قالوا كده في الاول، قالوا احنا مش عارفين هنقدر نستفيد ولا لا، بس هندخل المحاضرات. ولما دخلوا كان ليهم رد فعل طيب جدا، واكبر دليل على كده انهم استمروا معنا في الاصدار الثاني. وفي الاصدار الثالث ان شاء الله اللي هيكون معاده بعد عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير، هياخدوا الاصدار الثالث والمستوى الثالث من محاضرات التغيير المتقدم. هيكون موجود التفاصيل عندكم في الوصف ورقم التليفون للتواصل على الواتساب لمن يرغب في الاستفسار او الاشتراك. اهلا بكم جميعا ومرحب بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.